السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل تدرب على الدرس الخامس الصف الخامس الابتدائي من كتاب الأضواء. معكم ميس أسماء عبد المجيد، ونبدأ مع بعض. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. اشترت منى وأخوها 6 كتب، ثمن الكتاب الواحد 111، فإذا قسما ثمن الكتب عليهما بالتساوي، فإن المبلغ الذي سيدفعه كل منهما على حدة يساوي. أول حاجة هي اشترت منى وأخوها، اشتروا كم كتاب؟ 6 كتب. الكتاب الواحد ب111، يعني 6 كتب بكام؟ 6 × 111، 6 × 1 ب6، و6 × 1 ب6، و6 × 1 ب6. تمن الكتب 666 جنيه. هنقسم تمن الكتب عليهم بالتساوي، يعني هنقسم تمن الكتب على 2، هيديني 6 × 2 هتديني 3، و6 × 2 هتديني 3، و6 × 2 هتديني 3. يبقى المبلغ اللي يدفعه كل واحد على حدة 333 جنيه. سؤال رقم 2، إذا اشترت سميرة 18 متر من القماش بسعر 2160 جنيه، ثم اشترت 12 متر من نوع آخر سعر المتر فيه 135 جنيه، فإذا كان مع سميرة 3000 جنيه، فيكون المبلغ الإضافي الذي تحتاج إليه. طبعا عندنا هي اشترت 18 متر، 18 متر دول ب2160، وبعد كده اشترت 12 متر سعر المتر 135، يعني هي اشترت بكام؟ هما 18 ب2160، يعني دي جاهزة، لكن هنا ال 12 متر المتر الواحد ب135، يبقى اخد ال 12 الاول في 135، وتعالى نضرب 2 في 5 ب10، صفر معانا الواحد، 2 في 3 ب6 و1 7، تمام. ال 2 في 1 ب2، صفر مكان اللي ضربناه، والواحد في 5 ب5، 1 في 3 ب3، 1 في 1 ب1، ادي 0، 7 و5 12، ومعانا الواحد، 3 و3 6، وادي الواحد، يبقى 1620. الوقت هي اشترت ب2160 و1620، ادي 1620، وتعالى نجمع، ادي 0 زائد 0، 0 و0 هو 0، دول كام؟ 2 و6 دي 2، 2 و6 8، 6 و1 7، 2 و1 3. هي كان معاها كام؟ كان معاها 3000 جنيه، كان معاها 3000 جنيه، عايزة اطرح 3000، يبقى هي اشترت ب3780، وهي اصلا كان معاها 3000، يبقى المبلغ تضيفه على 3000 عشان يطلع 3780، 780، يبقى الاختيار رقم الف. ونشوف السؤال اللي بعده. هنا هو اشترى 86 طن من الحديد والطن ب7675، و70 طن من الاسمنت والطن ب3930، يبقى هضرب ده في 86 طن اللي اشتريهم، وهضرب الرقم ده في 70 طن. تعالى نضرب في 70، تمام. هنا معانا صفرين، نزل الصفرين واضرب 7 × 393، تمام كده. 3 × 7 ب21، 1 ومعانا الاتنين، 7 × 9 ب63، 63 × 2 = 65، 5 ومعانا 6، 3 × 7 ب21، 21 × 6 = 27. ناخد الرقم التاني نضربه في 86، ادي 7 × 6 = 5 × 86، وتعالى ناخد الستة نضربه في العدد اللي فوق كله، وبعد كده نحط صفر ونضرب التمانية، 5 × 6 ب30، صفر ومعانا التلاتة، 5 × 6 ب30، وتلاتة 33، تلاتة ومعانا التلاتة، 6 × 6 ب36، 36 × 3 39، 9 ومعانا التلاتة، 6 × 7 ب42، 42 × 3 = 45، صفر مكان اللي ضربته ونضرب التمانية، 5 × 8 ب40، صفر ومعانا الأربعة، 5 × 8 ب40، 40 و4 = 44، 4 ومعانا الأربعة، 6 × 8 ب48، 48 و4 = 52، 2 ومعانا الخمسة، 7 × 8 ب56، 56 و5 = 61، ونشد الخط ونطرح ونجمع قصدي، هنا صفر، ادي 3، هنا 5 × 8 ب40، ادي احنا كتبنا 5 × 5 وهي 5 × 7 = 6، للأسف للأسف كتبنا الرقم غلط كده، خسارة. التعب ده كله، 7 × 5 × نتأكد تاني، 7 × 6 برضو نكتبه كمان مرة غلط، مرتين كتير قوي. ادي الخمسة، نمسح الخمسة، ادي 6 × 7 = 5 × 86،
خمسة في ستة بتلاتين صفر، ومعانا التلاتة. الستة في سبعة باتنين واربعين، اتنين واربعين وتلاتة خمسة واربعين، خمسة ومعانا الأربعة. ستة في ستة بستة وتلاتين، ستة وتلاتين وأربعة أربعين صفر، ومعانا الأربعة. الستة في سبعة باتنين واربعين، وأربعة ستة واربعين صفر مكان اللي ضربته. الخمسة في تمانية بأربعين صفر، ومعانا الأربعة. السبعة في تمانية بستة وخمسين، ستة وخمسين وأربعة ستين صفر، ومعانا الستة. الستة في تمانية بتمانية وأربعين، تمانية وأربعين وستة أربعة وخمسين أربعة، ومعانا الخمسة. السبعة في تمانية بستة وخمسين، ستة وخمسين وخمسة واحد وستين. ونشد الخط ونجمع، أدي صفر خمسة صفر ستة وأربعة عشرة، ومعانا الواحد. خمسة واحد ستة، وأدي ستة. تمام، هنا كده ده الأسمنت، ده الأسمنت وده الحديد. هو كان معاه مليون، تمام، الشركة معاها مليون. هنجمع الرقمين دول مع بعض، نجمع الرقمين ونطرح من المليون. تعالى نجمع، ادي الصفر مع الصفر هو الصفر، وصفر مع الخمسة خمسة، وواحد مع الصفر واحد، وخمسة مع الصفر خمسة، وسبعة واتنين، سبعة وايه، سبعة ده دي الاف، عشرة الالوف، ادي الف عشرة، سبعة وستة تلتاشر، ومعانا الواحد على الاتنين تلاتة، تلاتة وستة تسعة. وهنطرح الكلام ده كله من مليون. صفر ناقص صفر هو الصفر، صفر ناقص خمسة مينفعش يبقى الصفر ده عشرة، عشرة ناقص خمسة خمسة، الصفر التاني تسعة، تسعة ناقص واحد، تسعة ناقص واحد تمانية. هنا تسعة ناقص خمسة أربعة، تسعة ناقص تلاتة ستة، تسعة ناقص تسعة صفر، خلاص صفر على الشمال مش هنكتب، يبقى أربعة وستين ألف تمنمية وخمسين. وندخل على سؤال رقم أربعة، في العام الماضي دفع مازن 120 جنيه تمن لتذكرة القطار، وفي هذا العام دفع 2000 جنيه تمن لستاشر تذكرة من نفس الفئة السابقة، فيكون مقدار الزيادة في تمن التذكرة. زادت قد ايه؟ التذكرة الواحدة كانت ب120 جنيه، طب الستاشر تذكرة، التذكرة الواحدة ب120 جنيه. علشان اعرف سعر التذكرة الواحدة الجديد هقسم الالفين على الستاشر، يديني سعر التذكرة الواحدة، اعرف هي زادت قد ايه. هناخد 20 على الستاشر هتديني واحد، الواحد في ستاشر بستاشر، وبقى معانا اربعة، هننزل الصفر. 40 على الستاشر، 40 على الستاشر هياخد، لو خدت التلاتة، تعال نجرب التلاتة في ستاشر، تلاتة في ستة بتمنتاشر، ومعانا الواحد، تلاتة في واحد بتلاتة، واحد اربعة دي كبيرة، هاخد الاتنين، الاتنين في ستاشر باتنين وتلاتين، بشد الخط وبطرح، هيتبقى لي تمانية، تمانية هننزل الصفر فيها التمانين، تمانين هيديني خمسة، خمسة في ستاشر بتمانين، خمسة في ستة بتلاتين، ومعاك التلاتة، خمسة في واحد بخمسة، وتلاتة تمانية، كده خلص. يبقى الناتج معانا 125، هي كانت بكام؟ كانت ب120، يبقى زادت قد ايه؟ زادت 5 جنيه. ندخل على سؤال اتنين، اقرأ ثم اجب. هنا باع محل جزارة 75 كيلو جرام من اللحم بسعر 9750 جنيه يوم الحد، ويوم الاثنين باع المحل كمية من اللحم بمبلغ 5580. فإذا كان 8 كيلو لحم ثابت، فيكون الفرق بينه ببيعه من الكيلوجرامات يوم الحد عن الكيلوجرامات التي باعها يوم الاثنين. طبعا عشان اعرف لازم اعرف سعر كيلو اللحمة قد ايه. هاخد 9750 على 75، وهنقسم 97 على 75، هنا هتديني واحد، الواحد في 75 ب75، وشد الخط وطر. سبعة ناقص خمسة هيديني اتنين، تسعة ناقص سبعة هيديني اتنين، 22 صغيرة هنزل لها الخمسة. تمام، هنا هناخد تلاتة، التلاتة في 75، التلاتة في خمسة ب15، ومعانا الواحد، تلاتة في سبعة ب21، واحد 22. تمام كده خلصت، ومعايا صفر طلعه فوق، يبقى سعر كيلو اللحم بكام؟ سعر كيلو اللحمة ب130 جنيه، ما عادش موجود الكلام ده طبعا. تمام، هنا كده احنا جبنا سعر الكيلو، يبقى بسم الله احنا فين، فاذا كان 8 كيلو اللحم ثابت، يكون الفرق بين ما باعه من كيلو جرامات يوم الحد، هو باع يوم الحد، عن الكيلو جرامات التي باعها يوم الاثنين. كده احنا جبنا سعر كيلو اللحم، هو باع بخمس تلاف
850 هقسمهم على 130، تمام؟ هنا ممكن نشيل الصفر مع الصفر ونقسم على 13. هنا 58، لو خدت الاتنين خدت التلاتة، لأ خد الأربعة، تلاتة في أربعة باتناشر معانا الواحد، الأربعة في واحد بأربعة واحد خمس، تمام. بقى معانا ست، نزل لها الخمسة، 65، 5 × 13، التلاتة في خمسة بخمستاشر ومعانا الواحد، 5 × 1 بـ5 = 6، يبقى هنا باع بكام؟ ب45، يبقى باع 75 كيلو، وفي المرة التانية باع بـ45 كيلو، خلاص. الفرق ما بينهم 5 ناقص 5 صفر، 7 ناقص 4 يديني 3، يبقى الفرق ما بينهم 30 كيلو جرام. ونشوف سؤال 2. اشترت إدارة المدرسة 20 جهاز كمبيوتر من نفس النوع بسعر 12,000 جنيه، فإذا اكتشفوا أن منها 3 أجهزة بها أعطال وسيتم إرجاعها، يكون المبلغ الذي سوف تدفعه إدارة المدرسة؟ أنا عندي 20 جهاز بـ12,000، هنقسم علشان اجيب سعر الجهاز، هقسم الـ12,000 على الـ20، شيل صفر مع صفر، 12 على الـ2 هتديني 6، ومعايا صفرين نزلهم، يعني الجهاز الواحد بـ600. انا عندي 3 أجهزة بايظين، اضرب في الـ3 أجهزة يديك سعره. هنا 3 × 6 = 18 ومعايا صفرين هنزلهم، يبقى هنا عندي هو عايز ايه، يكون المبلغ الذي سوف تسترده إدارة المدرسة، هتسترد كام؟ 1800 جنيه مقابل الأجهزة التي بها إعطال. نشوف سؤال رقم 3. يحتوي صندوق من مشابك الورق على 40 علبة مشابك. عندي صندوق من مشابك الورق اللي هي الصغيرة فيها 40 علبة، الصندوق ده كده فيه 40 علبة مشابك، بكل علبة نفس العدد. إذا كان تمن الصندوق الواحد، الصندوق ده كله بـ6720 جنيه، تمام؟ فـ40 علبة مشابك، وكان كل علبة بها 24 مشبك، يعني هم 40 علبة وفي كل علبة 24 مشبك، يكون تمن المشبك الواحد. طبعا هاخد 6720 على 40 الاول علبة اللي جوه، والناتج اللي يطلع اقسمه على 24 مشبك يديني سعر المشبك الواحد. هناخد هنا 6720 على 40، خليها على 4 وشيل الصفر، وبعد كده نبقى ايه على 4 وشيل الصفر مع الصفر ونقسم 6 × 4 هتديني 1، الـ1 × 4 بـ4 بقى معايا 2، نزل الـ7 هتديني 6 × 4 × 6 بـ24 وبقى معايا 3، نزل الـ2 32 هتديني 8، بقى الناتج 168. هقسم الـ168 على 24 مشبك، 168 على الـ24 مشبك، هاخد الـ16، طبعا عندي الـ16 هتبقى صغيرة، فاخد الـ168 كاملة، تمام؟ ولازم تديني عدد اضربه في 24 يديني 168. لو جربنا الـ5، لا تعال نجرب الـ6، 6 × 24، 4 × 6 بـ24 ومعانا الـ2، الـ2 × 6 بـ12، 12 × 2 = 14، لا نمسح دي ونجرب الـ7، نجرب الـ7، ايه ده 24 × 7، 4 × 7 بـ28 ومعانا الـ2، 2 × 7 بـ14 و 14 و2 16، يبقى تمام، يبقى هنا 7، يبقى عدد المشبك سعر المشبك الواحد 7 جنيه. ونشوف سؤال 4. نمسح. تشترك عبير في معرض سنوي وباقي على الافتتاح، تشترك عبير في معرض سنوي وباقي على الافتتاح 70 يوم، فاذا كان عدد الايام اللازمة لرسم لوحة واحدة هي 2 يوم، فما ان عدد اللوحات التي ستنهيها حتى الافتتاح، هاخد 70 على 2 يوم، 70 على 2 هتديني 35، يبقى هتعمل 35 لوحة. ونشوف الصفحة التانية. اقرأ ثم اجب. قطعة سيارة في سباق للسيارات خلال 3 ساعات مسافة 465 كيلومتر، فإذا قطعت السيارة في الساعة الأولى 124 كيلومتر وقطعت خلال الساعة الثانية 210 كيلومتر، كم كيلومتر قطعتها السيارة في الساعة الثالثة؟ طبعا هجمع الرقمين دول وأطرحهم من الرقم الكبير، هاخد 210 + 124 هيساوي 4 × 0 = 4، 2 × 1 هيديني 3، 1 × 2 = 3، هاخد 465 ناقص 334، 5 ناقص 4 يديني 1، 6 ناقص 3 يديني 3، 4 ناقص 3 يديني 1، يبقى عندي هنا 131 كيلو متر. ونشوف سؤال رقم 2.
استخدمت زينب 12 عبوة من القطع المربعة لصنع لحاف، كل عبوة فيها 18 قطعة. استخدمت 12 عبوة والعبوة فيها 12 قطعة، ده مين؟ ده زينب. وبعد كده صنعت ريم لحاف آخر بعرض 13 قطعة مربعة وطول 13 قطعة مربعة. كم تقل عدد القطع المربعة اللي استخدمتها ريم في لحافها عن اللي استخدمتها زينب؟ طبعا هي استخدمت 12 قطعة من القطع المربعة، كل عبوة بها 18 قطعة. هنضرب ال 12 في ال 18، ال 2 في 8 ب 16 ومعانا الواحد، 8 في 1 ب 8 و 1 9، صفر مكان اللي ضربته، والواحد في 2 ب 2 والواحد في 1 ب 1، وبشد الخط وبجمع. هنا هيديني 6، 9 و 2 11، 1 1 2، يبقى الأولى عندي 216، ده بتاع مين؟ ده بتاع زينب. تمام؟ تعالى ناخد اللحاف التاني، كام؟ 13 قطعة في 13، 3 في 3 ب 9 والواحد في 3 ب 3، صفر مكان اللي ضربته، والواحد في 3 ب 3 والواحد في 1 ب 1، شد الخط واجمع. ادي 9، 3 و 3 6، وادي الواحد. ده كده بتاع مين؟ ده كده بتاع ريم. ده بقى بيزيد عن ده، ده بيقل عن ده قد ايه؟ اطرح. 6 نقص 9 ما ينفعش، يبقى 6 16، 16 نقص 9 يديني 7، والواحد بقى صفر، صفر نقص 6 هيديني 4، وهنا الاثنين خلاص، يبقى 47 قطعة. ونشوف سؤال 3. سؤال رقم 3، باعت مكتبة عالم الكمبيوتر 762 رزمة من الورق، وباعت مكتبة النجاح 3 أمثال كمية الورق. يبقى أنا عندي أول حاجة قبل ما نكمل، مكتبة الكمبيوتر باعت كام؟ مكتبة الكمبيوتر باعت 762. بعدها باعت مكتبة النجاح، يبقى عندي كمان مكتبة اسمها النجاح بعت 3 أمثالها، يعني نضرب في 3، الاتنين في 3 بستة، والتلاتة في 6 ب18 ومعانا الواحد، 3 في 7 ب21 وواحد 22، ده كده مكتبة النجاح. تمام. وما بعته مكتبة النجاح أكتر من الرزمة التي بعتها مكتبة مركز مستلزمات المكتبات، يبقى عندي كمان مركز مستلزمات، ده كمان مكتب مستلزمات، خلاص، بمقدار 143. يعني هاخد هي ما باعه مكتبة النجاح أكتر، يعني هطرح من دي 143، 143، 6 نقص 3 3، 8 نقص 4 4، 2 نقص 1 1، وهنا 2 ومفيش هي الاتنين، يبقى 2143. فما عدد رزم الورقة التي بعتها؟ خلاص احنا اصلا خلصنا، يبقى الاولى 2762 رزمة، والتانية 2286 رزمة، والتالتة 2143 رزمة. وندخل على سؤال 4، نسينا نجمع هم عايزهم مجموعهم 2 و6 8، 8 و3 11، ومعانا الواحد على 6 7، 7 و8 15، 15 4 19، 9 ومعانا الواحد، 1 على 7 8، 8 و2 10، 10 و1 11، 1 ومعانا الواحد، على الاتنين 3، على على الاتنين 5، يبقى 5000 رزمة، 191 رزمة. حمام سباحة أرضيته على شكل مستطيل، طوله 130 متر وعرضه 72، ترغب إدارة الفندق في تبليط الأرضية باستخدام 10000 متر مربع من البلاط، فما عدد الأمتار المربع المتبقية من البلاط بعد الانتهاء؟ هناخد 130 في 72، نمسح ونكتبها تحتها بدل ما نقول 72، شيل الصفر خالص وبحطه بعد ما نخلص، 2 في 3 ب 6 والاتنين في 1 ب 2، صفر مكان اللي ضربته، 3 في 6 3 في 7 ب 21 ومعانا الاتنين، 7 في 1 ب 7 و 2 9، شد الخط وجمع هيديني 6 3 9 وحط الصفر، يبقى عندي هنا 9360. هو استخدم 10000، يبقى عايز المتبقي، يبقى طرح 10000 ناقص 3000، 9000 قصدي 360 هيساوي صفر ناقص صفر هو الصفر، صفر ناقص 6 ما ينفعش، يبقى الصفر 10، 10 ناقص 6 4، 9 ناقص 3 6، 9 ناقص 9 0، يبقى 640. طبعا هنا متر عدد الامتار المربعه متر مربع. ندخل على سؤال 5، اشترى امير من مكتبه 35 ملصق من نفس النوع، ثمن الملصق الواحد 12 جنيه، ناخد ال 35 نضربها في ال 12 يديني ايه؟
هو اشترى 35 من نفس النوع، الواحد ب12 يديني تمن الملصقات اللي هو اشترى. هناخد الاتنين في 5 ب10، صفر معانا الواحد، 2 في 3 ب6، 1 7، صفر مكان اللي ضربته، الواحد في 5 ب5، الواحد في 3 ب3، وبشد الخط وبجنب، ادي صفر 7 و5 12، ومعانا الواحد على 3 4، يبقى تمن الملصقات 420. وتعالى نكمل، تبع المكتبه كمان اقلام، تمن القلم الواحد 8 جنيه، فاذا دفع امير صاحب المكتبه 900 جنيه ويرغب في شراء اقلام بالمبلغ المطبق، فما عدد الاقلام اللي يحصل عليه؟ طبعا هنشيل ال 400، ال 900 ناقص ال 420، وهنبدا نطرح، والباقي هقسمه على الثمانيه يديني تمن الايه القلم الواحد. هنا صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص اتنين ما ينفعش، 10 ناقص اتنين 8، 8 9 بقت 8، 8 ناقص 4 4، يبقى معايا 480، هقسمهم على الثمانيه يديني تمن القلم الواحد. 48 على 8 يديني 6، في 8 ب 48، ومعايا الصفر يبقى 60، يبقى 60 ايه؟ 60 قلم. ونشوف سؤال فكر، تبلغ مساحة مزروعة 682 متر مربع مقسمة إلى 48 جزء متساوي، فما تقدير مساحة كل جزء؟ تقدير مش هنقسم، هنقرب، 600 خليها 700، مقسمة 48 خليها 50، شيل صفر مع صفر، تتبقى لك 70 على 5، 70 على 5 فيها 14، يبقى 14 متر مربع. أوافق أو لا أوافق؟ يقول عادل أن ناتج 520 في 12 على 24 يساوي 260. طبعا لازم نضرب ونقسم الأول، هنضرب ال 520 في 12، نضرب في 12 وسيب الصفر نبقى نحطه بعد ما نخلص، ال 2 في 2 في 2 ب 4، 2 في 5 ب 10، صفر مكان اللي ضربناه، الواحد في 2 ب 2، الواحد في 5 ب 5، ادي 4 2 6 وحط الصفر، ده كده ناتج الضرب. هنقسمه بقى على ال 24، ادي 6 2 4 0 على ال 24، هناخد ال 62 على ال 24، هاخد ال 62 على ال 24، هتديني 2، 2 في 24 ب 48، شد الخط واضرب، 2 ناقص 8 ما ينفعش، بقت ال 2 12 ناقص 8 4، 5 ناقص 4 1، نزل ال 4 اللي عليها الدور، عايز حاجه اضربها في 24 تديني 144، الخمسة لأ ستة، الأربعة في ستة بأربعة وعشرين، ومعانا الاتنين، الاتنين في ستة باتناشر، واتنين أربعتاشر، تمام كده خلصت، لسه لصفر طلع فوق الناتج 260، يبقى أوافق كده. احنا خلصنا، إن شاء الله ناخد الاختبار لوحده ونبقى خلصنا الوحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.